سلام المسيح معكم إخوتي. رح نتأمل مع بعضنا البعض بكلمة الرب من سفر أشعياء 61 عدد 10، بتقول: فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. فرح أفرح بالرب. الفرح الحقيقي مرتبط في شخص الرب يسوع. الفرح الذي يقدمه هذا العالم هو فرح مؤقت، فرح ينتهي بدقائق، فرح مدفوع ثمنه. أما الفرح اللي بيقدمه الرب هو فرح أبدي. وبنشوف بهذه الآية بيقول أنه بيتكلم عن العروس والعريس. العرس هو المكان اللي فيه فرح، والرب بده يحول حياتك إلى فرح، إلى أعراس. حتى لو نحن عم نقطع بظروف صعبة، آمن وثق أنه يسوع يعطيك حياة أبدية ويعطيك فرح أبدي لا ينزع منك، والرب يباركك.